بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين النهاردة في المدينة الرياضية لمجموعة مودر لإجراء قرعة الدورة الرمضانية للكرة الخماسية رمضان 2024 تحت رعاية الأستاذ الدكتور نبيل دعبس. العام التالي على التوالي بتقام الدورة الرمضانية مجموعة مودرن بمشاركة عدد كبير جدا جدا من الفرق، سواء كان في الجامعة أو في الأكاديمية الحديثة للهندسة والأكاديمية الحديثة للإدارة، وطبعا المدارس، مدرسة إشراقة الغد ومدرسة شمس المعارف، بمشاركة عدد كبير جدا من الفرق. السنة دي الدورة الرمضانية 2024 تحت رعاية الأستاذ الدكتور نبيل دعبس. تعليمات المنظمة للدورة أو الدورة هتمشي إزاي؟ الدورة إن شاء الله هتبقى بخروج المغلوب من أول ما نبتدي لغاية ما نخلص. الجوائز السنة دي إن شاء الله المركز الأول 60,000 جنيه، المركز الثاني 30,000 جنيه، المركز الثالث 20,000 جنيه. عدد الفرق المشتركة في الدورة الرمضانية 202 فريق من كل مجموعة مودرن جروب. بإذن الله مواعيد حضور بدء المباريات في الملاعب الساعة 8 مساء اعتبارا من يوم السبت القادم. طبعا احنا بنأكد على الفرق المشتركة بالالتزام بالتعليمات التنظيمية، الحضور قبل المباراة ربع ساعة، الحضور لازم بيكون بالزي الموحد لكل فرقة. طبعا ممنوع منعا باتا ان انا العب حافي، بلعب بالشوز. الكارنيه دي حاجه مهمه جدا، كارنيه الطالب لابد يكون مع الطالب او مع المسؤول عن الفريق او رعايه الشباب المسؤول عن الفريق. ان شاء الله الدوره الرمضانيه ديت من اكبر الدورات الرمضانيه على مستوى الجامعات، لان عدد الفرق المشاركه 207 فرقه. الدوره الرمضانيه بالنسبه لمجموعه مودرن من اكبر الدورات على مستوى الجامعات المصريه بمشاركه 207 فريق باجمالي جوائز 110,000 مقسمه على الثلاث مراكز الاول والثاني والثالث. تم الاستعانه بطاقم تحكيم من الاتحاد المصري لاقامه الدوره والاشراف عليها وتحكيم الماتشات. ان شاء الله المباريات هتكون 20 مباراه على الملعب الواحد، هيبقى عدد المباريات في اليوم 40 مباراه مقسمين 20 مباراه على ملعب A و20 مباراه على ملعب B. مده المباراه 10 دقائق و10 دقائق، وكده هنستغرق في اليوم من الساعه 8 مساء لغايه الساعه 2 صباحا. والان هنبدأ إجراء القرعة مع العميد عبد المنعم الجاري أمين عام الأكاديمية الحديثة للهندسة. في بشرة هائلة للطلبة إن دكتور نبيل دعبس والدكتور وليد دعبس صرحوا بدخول الجماهير، بس برضو بالقواعد المنظمة لينا احنا هنا إن لازم الجمهور وهو داخل يكون مصطحب مع جاي مع اللعيب بكارنيه الطالب اللي عنده. وبنقول طبعا لأبنائنا الطلبة اللي مشاركين في الدورة أو في الدورة الرمضانية لازم نخلي بالنا على بعض ونحافظ على بعض عشان لا قدر الله ما حدش يحصل له إصابة، وبرضو نبقى في إطار الروح الرياضية والالتزام بالأداب العامة. الملاعب مجهزة بإضاءة ليلية والاستقبال المحافل والدورات الرمضانية إن شاء الله، وبنتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى أنها تكون دورة جميلة زي السنة اللي فاتت.